حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد فضل البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي، نرحب بك في نشرة الأخبار ونتحدث عن أهمية انعقاد القمة العربية الإسلامية المشترك في هذا التوقيت تحديدا. مرحبا بكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سخر المملكة ثقلها الدولي وقوتها الدبلوماسية للتنسيق وحشد الدعم الدولي لإنهاء العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام الشامل والعادل لفلسطين، وإحلال أيضا أمن وسلام واستقرار المنطقة ومعالجة التحديات الإنسانية التي تفاقمت منذ الاجتياح الإسرائيلي واعتداءاته إن كان في غزة أو كان في لبنان. ومثل هذا الحشد يحتاج إلى توحيد المواقف مع الدول العربية والإسلامية، لذلك دعت المملكة لعقد هذه القمة العربية والإسلامية وأخذت زمام المبادرة في تشكيل موقف موحد على مستوى العالمين العربي والإسلامي لإنهاء الأزمة. وأعتقد أن أهمية القمة تكمن في تزامنها مع الاعتداءات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية والاعتداء على لبنان وتهديد سيادته والتداعيات أيضا على أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى أهميتها القصوى في مراجعة ما تحقق منذ عقد القمة السابقة في 2023، وهذا أمر غاية في الأهمية. أيضا للقمة أهمية في تعزيز الجهود الرامية إلى حشد الجهود الدولية لتنفيذ المبادرة العربية للوصول إلى هدف إقامة الدولة الفلسطينية وإيجاد حل شامل للقضية على أساس حل الدولتين. نعم. أخيرا وللقمة أيضا أهمية في دعمها للسلام العالمي وأمن واستقرار المنطقة ومعالجة التحديات الأمنية من خلال تحرك دولي شامل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن يوفق الزعماء لما فيه الخير وأمن واستقرار المنطقة. نعم، إذن سعادة السيد فضل البوعينين عضو مجلس الشورى السعودي، شكرا جزيلا لك.